قوية. مش ممكن كده على الروتين المزعج ده، كل يوم كل يوم كل يوم شغل 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 شغل، وايه الزحمة دي كلها لما كل دول مسافرين؟ امال مين اللي هيقعد في البلد؟ ايه ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير يا نبولة. صباح الخير نبيل، ايش فيك؟ دايم على ذا الرتم، دايم منزعج من عملك يا اخي. خلي عندك شوية قام في العمل عشان تنبسط وتعيش مسرور يا اخوي. مفيش يا عماد، انا اتخنقت يا عماد، موظف كاونتر يا عماد. انا جوايا موهبة تمثيل كبيرة قوي يا عماد، طاقة إبداعية ما حصلتش. انا اصلا فنان موهوب. انا نفسي يا عماد اسافر من بلد لبلد، اقدم فني هنا واقدم فني هنا، والناس تشاور عليا وتقول الفنان نبيل ابو العز راح، الفنان نبيل ابو العز جه، الفنان نبيل ابو العز مش ثابت في مكان، مش مركز كده، مش موظف كاونتر يا عماد. يا حبيبي هذا حلم، مجرد حلم لك. انت موظف كاونتر، ما راح تعدل كاونتر. لا انت مسافر لا يمين ولا انت مسافر لا يسار، مفهوم يا حبيبي؟ ركز في شغلك. لا 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 مش مفهوم. وعلى فكره بقى لعلمك، انا هروح يمين وهروح شمال وهسافر في كل حته، بس بطريقة